كل بطل في حدوته بيواجه صراعات. صراعاتك الأكبر كانت مع الأقدار ولا مع نفسك ولا مع محيطك؟ لا، صراعاتي الأكبر كانت مع الأقدار، بس طبعا صراعات مش إن أنا يعني صراعات عشان يعني أغير حالي، يعني أبقى في حال أحسن. يعني أنا كان في شبح بيطاردني طول الوقت وأنا صغير، ألا وهو العوز، الاحتياج، إن أنا ممكن ابقى محتاج. والله العظيم ما بقول الحاجات دي استعطاف عشان الناس بتفتكر لا 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 انت فنان وطالع تعمل لنا فيها مش عارف ايه وحاجات. بيبان لا بيبان يعني يعني بطاقتي على الباب يا جماعه، يعني ما بكدبش يعني والله. روح اسالوا الناس في بابه وهي تقول لكم. فكان عندي شبح الفقر وشبح العوز، ده كان اكبر شبح بيواجهني، فعايز اغيره، عايز اقتله، لان دقت مره جدا جدا، دقت امر مره يعني، فعايز اغيره. فده اكتر حاجه في الاقدار كنت عايز اغيرها. انا بقيت الحاجات عجباني تمام، انا موافق عليها جد الحمد لله يا رب وكلها، بس ده مضايقني ان انا ابقى محتاج اكل ومش قادر اكل، مضايقني ان انا ابقى بردان وما عنديش جاكيت تقيل يدفيني، مضايقني يعني ان انا الاساسيات الحياه مش طايلها، ده كان مضايقني. فكان ده صراعي على طول، ده الحاجه الوحيده في القدر اللي هو كان صراعي معاها، العوز ده اللي هعمل اي حاجه عشان ما يكررش. يعني اللي هو انا مش عايز اسمح له ان هو يبقى موجود، مش عايزه يبقى موجود يعني، فبس مش هعمل اي حاجه بقى وخلاص، يعني اعمل اي حاجه تتوافق مع مبادئي ومع تربيتي ومع ان انا ما يعني لا اجور على حق احد ولا اعمل حاجه ضميري يوجعني بسببها. ما تخالفش مبادئك. بس استخدم بس الهبات اللي ادهاني ربنا سبحانه وتعالى ان انا ابقى يعني عايش كويس. بس صراعات مع نفسك؟ لا، دول كتير بقى، عندهم بيخلصوش ومش هيخلصوا يعني. ايه اكبر صراع فيهم؟ صراع الاول، لا اللي هو طول الوقت الواحد عايشه ده، اللي هو ده صح ولا لا، السنه الابراهيميه، انا بسميها السنه الابراهيميه، هذا ربي فلما افل فقال لا احب الافلين، اللي هو حاجه تبقى انا شايف ان ده صح جدا، فبعد شويه اللي هو لا ده مش صح، ده صح جدا لا مش صح، فطول الوقت عايش في الصراع ده، انا الصراع الهبل ده. يمكن ساعات يعني وجود شريك معاكي وانا كمان عشان يعني مراتي عندها يعني كثير من الحكمه والوعي والثقافه، فشويه بقت يعني ايه تميل لكفه او كفه اللا يعني. لقيت حد تتكلم معاه في الصراع ده ويرد عليك؟ لا، ولقيت حد يقعد على كفه من الكفتين يتقلها لي عشان اخلص من الهدك، فده انا كنت محتاجه يعني. بس في صراعات كتير طبعا بعيشها، صراع فكره اللي هو انا مش هبقى طيب، ده برضو من الصراعات اللي يعني مش هتعرف. لو انا مش هبقى طيب، لا انا هعمل الناس زي ما بيعاملوني، لا انا اللي هيضايقني هضايقه، لا أنا في الاخر اهبل اقسم بالله ولا بعمل اي حاجه من الحاجات دي. فده اللي قلت لك بيتقال عليك من الناس القريبه منك. اللي هو طيب جدا وبعدين ممكن يقرر يتفلين، ممكن يقرر يبان شديد، ممكن بس يقرر ياخد هجص. موقف بس هو طيب في الاخر ما بعرفش يعني، فاهمه؟ بيروح القناعه ممكن بيتقلع يعني ثانية. ممكن يزنقني في وسط الخناقه، فالخناقه باظت خلاص. هقول وبعد كده نبقى نتفاهم.